يعني سالي، مثل ما تابعنا او مثل ما صدر امبارح فك الحظر عيدنا المسائي عن عيدنا الناس، بس لازم نكون اكثر وعي. وبعد حملات التوعيه عن اهميه التباعد الاجتماعي ودوره بانحسار وباء كورونا، تخلى معظم الناس عن عادات وتقاليد يمكن تكون راسخه ببالنا او بحياتنا اليوميه، مثل المصافحه، مثل التجمعات الكبيره، كانت بالافراح او بالاحزان، وباتباع اسلوب ارتداء الكمامات او حتى القفازات، وايضا التعقيم المستمر للايدين او حتى للاشياء الخاصه بشكل دوري. صحيح ليا، والثقافه الجديده هي شو ايجابياتها، وهل من الممكن انه تصير اسلوب جديد بالتواصل الاجتماعي وضمن قواعد سليمه بالمجتمع؟ اكيد رح نحكي عن كل هيدا التفاصيل مع الاستاذ نصر خضر، خبير في قواعد السلوك الاجتماعي. كل عام وانت بخير واهلا وسهلا. بخير يا هلا، صباحكم جميعا صباح. ان شاء الله تكون الايام القادمه افضل صباح. اكيد ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، يسعد صباحك. يعني دائما بالفتره الماضيه كان في كثير من التحذيرات، كان في كثير من حملات التوعيه للتصدي لفيروس كورونا، بشكل عام كان في تنفيذ والتزام بالضوابط، ومثل ما ذكرت بالمقدمة يمكن بالنظافة الشخصية. خلينا نحكي اليوم، أول يوم ينفذ رفع الحظر الليلي، كيف فينا نحن نكون بعدنا صاحبين هاي المسؤولية ونكون أكثر وعي لحتى نتصدى لفيروس وباء كورونا؟ صباحكم صباح. بكل الأحوال بدنا نفهم نحن أنه هذا العلم أو ما يسمى التباعد الاجتماعي، وأنا ضد فكرة هذا لهذا المصطلح اللي بنسميه نحن الديستانسينج، السوشيال ديستانسينج، بكل حالات لأنه بيعطي انطباع أنه إحنا لازم نبتعد عن بعض. نحن لازم نسميه التباعد الجسدي. التباعد الاجتماعي مطلوب كتير خاصة بزمن الأزمات والكوارث، من المفروض يكون في نحن دائما وابدا تواصل اجتماعي بكل الوسائل المتاحه، اما التباعد الاجتماعي الجسدي فهو ضروري وضروري جدا. عبر التاريخ بالقرن الخامس عشر كان التباعد الجسدي مهم كثير للشخصيات المهمه، اصحاب الزوات بكل حالات، بالقصور الملكيه الأميرية، الستات اللي لهم مركز اجتماعي مرموق، كان كتير مهم التباعد الاجتماعي. من خلاله كانوا يلبسوا كتير ألبسة فضفاضة من أجل أنه حققوا هذا التباعد الجسدي الموجود قديما، خاصة في إسبانيا وأوروبا والكنيسة الكنيسية. تمام، نحن عم نحكي هلأ بالتاريخ القديم كيف كان نمط الثياب عند النساء، ولكن خلينا نحكي هلا نحن بواقعنا الحالي. استاذ خضر، يعني دائما اكيد نحن بنسترجع تاريخنا، ولكن خلينا نحكي نحن هلا في ظل الظروف كورونا، يعني هذا الوباء الخطير، قديش مهم استاذ خضر انه كلنا نحن يعني علاقاتنا خلينا نقول شوي وديه، بنحب نسلم، نبوس بعض، نعانق بعض، ولكن نحن هلا بهذا الفيروس لازم ننهيه. قديش مهم انه معلش نضبط عواطفنا. تمام، هلا بكيد نحن عم نحكي تاريخيا لنوصل لهي المرحله. نعم. طبعا هذا العلم موجود حسب الظروف الموجوده بكل زمن. وبالتالي لما نوصل نحن مرحله من الكوارث يجب ان نحقق ما هو مطلوب منا من اجل انهاء او التصدي لاي جائحه او مرض، خاصه في زمن الكورونا. طبعا نحن العرب كثير بنحب التودد، بنحب دائما وابدا المصافحة، العناق، القبولات، هذا الموضوع أكيد لازم يكون بعيد. عجبتها العناق لليا، صح؟ إيه تمام، كان قديما حتى بأوروبا كان موجود. نعم. وأكدوا عليه كثير، لكن لما بده يوصل، يعني هذا العناق هو تعبير عن المحبة، عن الألفة، عن العلاقة الحميمة كثير كثير. نعم نعم. بين الناس، لكن عندما يعني هي تعبير بالنتيجة، تعبير عن هذه المحبة. إذا كانت هذه المحبة بدها توصلني لمرحلة أنه ممكن أمرض أو ممكن موت أو ممكن، فمن المفروض أنه أنا ما نفذ أبدا. ممكن عبر عنا بطرائق أخرى قد تكون جديدة، قد تكون من ثقافات مختلفة. نحن هاي المصافحة ليس أنا ممكن بأي ظرف فوت لأي مكان أدي التحية بضم الكفين مع انحناءة بسيطة، مع ابتسامة، تمام، مع
آسف يعني لون كتير بتبين إنه أنا هذا الشخص كتير أنا ودود معه كتير بعزه كتير بحترمه. مو بالضرورة هذا العناق، لأنه هذا العناق أو المصافحة ممكن تعطي أيضا بعض الانطباعات السلبية. نعم. تمام. ممكن أنا أعلق أي والله ريحة عطره معنا حلوة، ممكن بتعرفي حضرتك هاي التعليقات. إذا أنا لازم أمشي حسب الظرف الاجتماعي اللي أنا موجود فيه في ظروف خاصة. ظرف كورونا كتير أثر عالميا، وبالتالي كل الناس تبعت ثقافات للحد من هذا الوباء الموجود عالميا. نعم. يعني مرق علينا أعياد مختلفة وضلينا ملتزمين. أكيد. في ناس بيقولوا يلا كورونا بس تعطيني بوسة أو كذا، بس نحن دائما منفكر بكبار السن اللي هن أكثر خطورة. اليوم دائما بس نروح عند بيت الجد أو بيت الست، يعني دائما لازم نبوس للتيتا ولازم نعبر لها عن هذا الحب الفظيع. خلينا نحكي اليوم كيف فينا نحن خاصة كبار السن إنه ما نزعلهم، ما ياخذوا على خاطرهم إنه ما سلمنا عليهم، يمكن ما كتير في استيعاب لفكرة خطورة الكورونا. تمام. هلأ الزيارة بالأساس هي تعبير، وبالتالي أنا لما بفوت ممكن لاقي أي مبرر بطريقة يقبل الآخر حسب ثقافة الآخر أيضا. يعني إذا كان شخص مثقف منفتح ممكن أنا أعبر له بأي طريقة كانت ممكنة، أنه أنت الأعز وأنت أنا ما بروح لعند حدا لكن إجيت لعند حضرتك، وممكن بأي شكل من الأشكال أو بطريق المزاح أو أي طريقة أخرى. يعني هلأ بكل الحالات لازم يشعر بأي طريقة أنه أنا بدي حافظ عليك لأنه أنا بحبك لأنه أنا بعزك لأنه يعني كتير حنزور، لكن قدر المستطاع يجب أن تكون الزيارة قصيرة قدر المستطاع. وهيك هيك الموبايل بيضل بإيدنا، خلينا نقضيها مسجات أحسن. يعني هلأ في وسائل أخرى غير الزيارة اللي بشكل مباشر، يعني وسائل التواصل فيديو. ممكن يعني بيشوفني الشخص لأنه أنا بعرف انطباع الآخر عني من خلال وجهه، من خلال عيونه، من خلال ابتسامته، من خلال البادي لانجوج تبعه. ممكن أعرف أنه هذا الشخص بيعزني ما بيعزني، عم يجامل ما عم يجامل، كل هالقصص هاي. هلأ من خلال وسائل التواصل الحديثة بيشوفني هذا الشخص، بيشوفني شخصيا، بيشوف ابتسامتي، بيشوف لغة عيوني، التون اوف فويس تبعي يعني نبرة الصوت تبعي. صحيح. اختيار الكلمات. نعم. يجب ان تكون كلمات مختارة لكل شخص. قصة الميديا الحديثة او وسائل التواصل الحديثة، صرنا عم ناخذ بوست نحن نعمل له لصق ونعمل له نسخ وارسال لكل الناس، هذا الموضوع باعتقادي تأثير كثير سلبي ومعايدات كمان. يعني 100%. فهلا نحن دائما وابدا لازم يكون كل شخص له حيثية معينة، ظروفه الخاصة، نسميه باسمه، كثير مهم هذا الموضوع، يكون المعايدة او الكلام اللي انا بدي اوصله او المباركة تكون باسمه شخصيا. وما تكون مكررة دائما وابدا. صحيح. لازم كل شخص حسب ثقافته، حسب عمره، حسب يعني انا ابعث له الشيء اللي الخاص فيه يعرف انه هذا الموضوع خاص له بالذات. صحيح. تصديقا على كلامك استاذ نصر انه السنه عبر الواتساب خلينا نقول وصلنا كثير معايدات، انه هي لك انه انا ما بحب المعايده هي اللي هي كوبي بيست، انا بحب المعايده الخاصه. رح نرجع لموضوع كورونا. نعم. مثل ما بنعرف الاطفال ما بيميزوا وباء، ما بيميزوا، فالاطفال بدهم يمسكوا بعض، بدهم يلعبوا. أكيد. مع بعض، بدهم يعني حتى يلامسوا الاسطح. كيف فينا نحن نخلي الأهل بطريقة ما أنه يقولوا لهم لأطفالهم أو لأولادهم يعني يفهموهم بأي طريقة أنه لا بعدوا عن بعض، مثل ما كنا بالمدرسة ما تقربوا كثير من بعض مشان مثلا ما ينعدم من القريب أو شيء ثاني. يعني هلا أول شيء مو بس وسائل التواصل الإعلام له دور كبير. نعم. بالإضافة إلى الأهل، الأهل أنا برأيي ما يكون ثقافة تخويف. هي ثقافة راقية. نعم. من المفروض النظافة كتير أساسية. صحيح. يعني تعليم الطفل أنه أنت لازم تغسل دائما، لازم تهتم دائما، ما لازم تعمل هاي التقارب الجسدي مع الآخرين، ممكن ينأذى، ممكن لأنه بيحبك، لا. يعني نوصل له هذه المعرفة بطريقة إيجابية وليس بطريقة تخويف أبدا. نعم. ثقافة النظافة مهمة كتير، ثقافة النظافة الشخصية، ونحن القدوة دائما، نحن القدوة دائما. ثقافة عدم لمس الأشياء لأنه هالأشياء ممكن تنقل لك فيروس، لأنه أنا بحبك بدي أحافظ عليك،
رفيقك نفس القصة، نحن أنتوا زملاء، أنتوا بتحبوا بعض، أنتوا بهذه الطريقة الإيجابية ممكن نوصل هاي الثقافة. أيضا بدي فهمه للطفل أنه مو دائما وأبدا أنه أنت لازم تعمل الزيارة أو تروح مع أهلك إلى مكان ما. أنا ممكن جيب له أي شيء ترغبه لحاله يلعب بمكان ما، يكون معه حدا مشرف عليه بعيد عن الآخرين قدر المستطاع في زمن الكوارث. فأنا بجيب له ما يحب، يعني إذا هو بيحب شيء معين أنا بجيب له شيء أهم بشوي، ما تكون مكررة دائما، دائما شيء جديد، خليه يستكشف، خليه يراقب، خليه يجرب. أما التباعد الجسدي مهم كتير، والثقافة ثقافة نظافة الشخصية وموضوع التعقيم مهم جدا. حلو، خلينا نحكي أيضا بعودة العديد من المواطنين إلى عملهم. كيف فينا نحن نحافظ على حالنا من وقت ما طلعنا من البيت؟ يعني هي الثقافة قديش المفروض إن هي تضل مرافقتنا طيلة أيام عمرنا، من الخروج من البيت لأخذ يمكن مواصلات عامة للوصول إلى مكاتبنا أو إلى عملنا يلي بيتطلب ممكن التلامس أو يعني بين الأشخاص. شوفي يا أنستي، نحن هذا الموضوع موجود إن كان في وباء أو ما في وباء، من المفروض نحن بعلم الإتيكيت نراقب هذا الموضوع. نحن هذا التباعد الجسدي مفروض يكون، يعني نحن بنحط دائما قاعدة بنقول لازم يكون بعيد الشخص عن الآخر ما يعادل 6 أقدام أو حوالي 180 سنتيمتر بكل الحالات إن كان في وباء أو ما في وباء، لأنه هذا الموضوع مدروس من قبل المتخصصين بهذا الموضوع. التأثير تبعه إيجابي حكما، هذا التقارب الزائد عن اللزوم بيأذي حتى النظر، ممكن السمع، ممكن قراءة لغة الجسد مثل ما حكينا من شوي. فخاصة بهذا الزمن ما عاد في مكاتب خاصة لكل شخص، صار في كونتوارات موجود عليها أشخاص مختلفين، وكل كرسي أو كونتوار يعتبر مكتب خاص لهذا الشخص. صحيح. وبالتالي يجب أن نحافظ على هذه المسافة الكافية، ما نأذي الآخر اللي هو بمكتبه الآخر قد يكون متخصص بموضوع مختلف، فأنا بيجي لهذا الشخص لما بحكي معه بتكون مسافة مدروسة تماما، نبرة صوتي واضحة تماما. صحيح. المسافة بيني وبينه كتير مدروسة ومؤثرة. صحيح. وبالتالي هذا الازدحام هو آسف كتير، هي قلة ثقافة إلى حد ما. إن شاء الله يا رب هيك بهذه المعلومات أستاذ نصر، يعني نكون نحن وصلنا فكرة معينة لجميع اللي عم بيشاهدنا، وأكيد نحن راهنا على وعي الشعب السوري وأكيد طلع بمحله، ولكن مثل ما قلت في شغلات نحن لازم شوي هيك نبعد عنا لننشر أكيد ثقافة الوعي أكثر. بدي أرجع عايدك وأقول لك كل عام وأنت وعائلتك بألف خير، شكرا لوجودك معنا ونورت صباحنا. شكرا لحضرتكو، أنا كتير فرحان لأنه فعلا أثبت الشعب السوري أنه شعب مثقف وواعي ونفذ كل التعليمات اللي وصلت، لأنه بيعرف أنه هاي التعليمات من أجل صحته وسلامته. نعم. وأنا بهني سوريا ودائما وأبدا القادم أجمل إن شاء الله. شكرا كتير لك والصحة لكل الناس.